بابلز طبعا مش محتاجة اعرفكم عليه، عندهم 11 فرع. هم منزلين خط جديد بقالهم شوية، بيرفيومز اودو بارفان 8 حريمي و2 رجالي، بعتولي 3 حريمي و2 رجالي، والبيرفيومز بتاعتهم 50 ملي. هبدأ بمالديفز فريش فروتي بيرفيوم سيترس سويتي سانت سويت اند ساور. الاناناس مع ستروبري خفيف مع الخوخ، ولما بتهدى الستروبري ريحتها بتختفي وبتفضل الاناناس والخوخ طول مدة البيرفيوم، بتكون فروتي حمضي. والدراي داون للبيرفيوم بعد ساعتين ثلاثة بتكون ماسكي. بيرفيوم كاجوال، وبالمناسبة بيرفيومز بابلز مش تيبيكال من أي بيرفيومز نعرفها من الهاي اند براندز. وايت ماسك بريحة الأوريجينال بيبي باودر سنت، ناتشرال سنت، كاجوال بيرفيوم. درجة انتشار البيرفيوم بتختلف حسب نوع السنت، ودرجة الثبات بتبقى من وسط لقوي حسب عدد الرشات. كب كيك سويتي فلورال بيرفيوم، سامي فورمال سامي كاجوال بيرفيوم، مناسبة جدا للأوتوم سيزن، ولكن هي برضو مناسبة لكل الفصول. ايرس مع فانيلا وباتشولي، أول ما نرش البرفيوم بيبقى فيها شبه شوية من لافي ايفال، ولما بتهدى الفانيلا بتظهر أكتر، السويتي نوت مع الورود الخفيفة والتونكا بين. الورود هنا الايرس، جاردينيا، جاسمين، ظهر البرتقال، بس خفيف جدا كأنها تويست ما بين لافي ايفال و 24 فبور جيرمس ورم برفيوم. كينج نوار فريش سيترس سبور كاجوال فريجرانس، عبارة عن لافندر وليمون ومسك، بتفضل بنفس الريحة بس بتهدى. وايت نايت فريش كاجوال برفيوم، المنت النعناع أول ما نرش البرفيوم بيكون ظاهر مع الأخشاب الفريش السيدار والساندلوود، وبعد أول دقيقة النعناع بيختفي، وبعديها بيظهر نوت من عائلة الليمون مع خشب السيدار والساندل. خشب السيدار ريحته نوت خشبي مع نوت حمضي، والساندل بتبقى ريحته ماسكي سبايسي شوية زي القش الفريش مع الباتشولي مع نوت عشبي. ياريت تقولولي متحمسين تجربوا أنهي واحدة فيهم، ولو في برفيوم تانية عايزين تعرفوا عنها اكتبولي اسمها في الكومنتس وهكلمكم عنها.